الامل موجود ودايما مستمر. لما واحده بتتاخر فرصه حملها شهر او اتنين او ست شهور او سنه بتعيط واهاليها بيعيطوا، طب اتنين، طب تلاته، طب اربعه، طب خمسه، طب سته، طب عشره. من 14 سنه، 15 سنه، 16، 18، 18 سنه. وفي ناس اكتر من كده، في ناس اقل من كده. كل سنه وانتم طيبين. اضحى مبارك ان شاء الله. وخلص بس لسه احنا في نفحات عيد الاضحى. 14 سنه تأخر حمل، عملت ايه في ال 14 سنة؟ عملت 5 مرات حقن مجهري وما نفعتش. كانت المشكلة متشخصة انه في ايه؟ بيقولوا ما فيش حاجة، كل ما اروح لدكتور يقول لي ما فيش حاجة، آخر دكتور رحت له قال لي الأنبوبة مخرومة والمبيض عايز يتشال. أكيد لو أي زوجين موجودين في ال 14 سنة ويسمعوا الكلام الكتير المتضارب، في ناس كتيرة مش قادر. وليجزي الله الذين صبروا منكم أحسن ما كانوا يعملون. دايما بيبشرنا بكده. 15 سنة خلصوا في ايه؟ والله الدكاترة، مشيت لدكاترة كتيرين. اخر مرة مشيت 2021 مركزين جاب واتراب في السودان، فالفحوصات بتطلع يعني بس تكيس، يعني ما في حاجة. فالدكتور قال لي عندك تكيس في المبايض، في حاجة ضغطة على المبيض حنشوفها بمنظار، وحنعمل لك حقن مشهري، ما عندك اي حل تاني. فانا خفتة، قلت له ما هعمل منظار من غير ما اعرف الحاصل شنو كده. اخاف سنه، اخاف اتنين، يعني اخاف ثلاثه. 15 سنه كتيره، يعني انا كان بتعب. ايوه، ما انا بتكلم عشان الناس بس تتعلم. ليه 15 سنه من غير ما نستفيد بيهم؟ ما نقولش اللي ربنا كاتبه، لان احنا مش عارفين اللي ربنا كاتبه. ركزوا في الكلمه دي قوي. انا هجتهد لان الغيبيات في ايده، انا ما اعرفش ايه اللي اتكتب في قدري، فلازم اجتهد كاني انا مسيطر على قدري، لكن هو في ايد ربنا. ايمان كم سنه برضه؟ 16 سنة عذاب. 3 حقن مجهري و2 مناظير واشعاعات بالصبغة، واروح من دكتور لدكتور، واخر دكتور قال لي في ورم لوفي وافتح لك لي قيصرة. كنت بتعالج من اجسام مضادة ضد الذئبة الحمراء. الدكتورة برضو قالت احتمال برضو في حاجات ممكن تأثر على موضوع الحمل. فانا جيت لحضرتك وجاء من البلد على اساس اني انا اعمل حقن مجهري، فانت قلت يا دكتور اني اعمل المنظار، وانا عملت المنظار وربنا اكرمنا عليه بعد المنظار ب15 يوم. هل فعلا المنظار كان ساحر؟ هل الطبيب كان ساحر؟ لا والله، ده اقدار، بس ناخد بالاسباب. ادي رقم 1. 16 سنه، كم سنه انتظار؟ 18 سنه انتظار. في ناس كتيره زيك اتحرموا من الوقفه دي ومن الانتظار، يسمعوا كلمه مبروك. فلما بتسمعيها هم بيسمعوها زيك، وبيشعروا ان الامل موجود ولن ينتهي طول ما صاحب الوجود موجود. 18 سنه عملت فيهم ايه؟ بروح للدكاترة وما بيقولوا لي ما عندكش حاجة، جوزك ما بيقولوش حاجة، بيدوني علاج وخلاص. عملت منظار عندك انت من شهر 10. ورب الكرم، عملوا الناس كما تحبوا ان تعملوا. عشان كده احنا واقفين النهاردة عشان نقرب من بعض ونفرح لبعض. كان الناس بتخاف تفرح لأحسن حد يحسد. لا لا، الحمد لله، والله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين. بس تخبى فيه، قال لنا انه نستعيذ بيه. مبروك بعد 14 سنة. ربنا يخليك. بعد كان هيشيلوا رحم او هيشيلوا مبيض او هيشيلوا أنبوبة زي ما بنسمع، بس الحمد لله. ألف مبروك. صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود هتغني النهاردة. 15 سنة عملنا منظار امتى؟ في شهر 4 يوم 4/4. والنهاردة بيريود جاتني يوم 28 والتاني ما جاتش. فهو الدكتور كان بيقول لي إنه البطانة يعني سميكة شوية. أنا كنت ببكي برا طبعا. أنا طب هتبكي دلوقتي أكتر لما أقول لك مبروك أنت حامل. لا والله. شفت أنت فرحت إزاي؟ طب كل الناس هتفرح مرة تانية. مبروك أنت حامل في توأم. لا لا والله. يا الله زغرته تاني بقى. وما كان عطاء ربك محظورا. هو ده ربك بيسهل. انت جايه عشان الدوره متاخره، وجايه عشان الدوره سميكه وحزينه. شفت بقى الفرحه في الحزن ازاي؟ مبروك 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 عبر كل الموجودين. الف مبروك. الذئبة الحمراء زيها زي ما تشوفي مشاكلها قد ايه لما تيجي تسمعيها، والمريض يفضل ماشي على ادويه مناعه عشان تثبت المناعه اللي بتهاجم الجسم، وياخد كورتيزونات كتيره، وبرغم كده ليه علاج. وبرغم كده احنا واقفين النهارده بنفرح لإيمان وتعدي الايام، وبعد 16 سنه نقف نقول لك مبروك. الله يبارك فيك يا دكتور. الف شكر. مبروك مبروك عقبال كل الموجودين يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين. بعد 18 سنه لما ربك بيريد، لما
ربك بيريد. الحمد لله رب العالمين. انا بس باختصار عاوزين نفرح معاكي والناس كلها تفرح وتزرعي الامل، وساقية الامل بيجيب من الجزء اللي مش شايفينه ويطلع ليظهر للنور وللناس، عشان هو ده رب الناس اللي بيحب الناس، بس احنا مش عارفين نحب بعض. مبروك يا جماعه، مبروك، الف مبروك، فرحوها بقى.